عبر زوم معايا كابتن عبد الحق بن شيخة، المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري والفائز بكأس السوبر الأفريقي، واحد المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب أفريقي عن العام الماضي. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. السلام عليكم أخي، سلام عليكم. الصوت مش واضح بس هسأل لعل وعسى الصوت يوصل. بداية يا فندم عن ترشيحك لجائزة أفضل مدرب أفريقيا ومنافسة كبيرة طبعا مع وليد الركراكي وسيسي ومارسيل كولر، شايف المنافسة إزاي على جائزة أفضل مدرب أفريقيا، وهل تتوقع أو تتمنى أو أكيد تتمنى تتوقع الحصول على هذه الجائزة هذا العام؟ أكيد بالنسبة لي هو شرف لي أولا أن كنت المجموعة المصغرة لهذه التظاهرة هذه الكبيرة. يعني حاجة عادية بالنسبة لي، راه ما عنديش يعني تفكير أكثر من لازم. هل راح نكون نتوج؟ هل لا؟ بالعكس، أنا فرحان اللي موجود اليوم بين خمسة أحسن مدربين في إفريقيا، وإذا إذا إذا اقتضى الأمر باش نتوج لما لا؟ مرحبا. وهذا عمل تاع سنين، راهو عمل تاع سنين باش الانسان يوصل لهذه الوضعيه. يعني الفوز بالكونفدراليه والسوبر الافريقي واداء رائع جدا مع اتحاد العاصمه الجزائري، لماذا رحلت عن الفريق بعد هذه النجاحات الكبيره؟ والله شوف، انا مدرب مزاجي، انا مدرب عندي يعني عندي برنسيب، عندي افكاري، عندي يعني نحب نعمل في اريحيه، نحب نكون مرتاح في العمل تاعي. واي فريق نخدم فيه نقول لهم، يعني نقول له انا يعني رئيس نادي، نقول له انا ما تعجبكش العمل تاعي تقدر تشيلني في اي وقت وبدون تعويض. وانا نهار ما نكونش مرتاح للتمرين، كي يجي للتمرين وانا مانيش مرتاح نمشي. عظيم. يعني ما نصدع الناس، ما نحب نعمل مشاكل للفريق تاعي، ما نحب نعمل مشاكل الرئيس تاعي. انا ما عجبنيش الحال نمشي، نهار نكون مانيش مرتاح وانا جاي للتمرين، مانيش فرحان وانا جاي للتمرين، هذاك الوقت نكمل خلاص. هذا هو يعني الامور اللي ماشي بها في حياتي. سلام. عظيم. لعبت مباراة كبيرة جدا مع النادي الاهلي في كأس السوبر الافريقي، والوقت كانت ترشيحات معظمها رايحة للنادي الاهلي، كونوا حقق بطولة دوري ابطال افريقيا كثير من الانجازات الموسم الماضي. كيف تعاملت مع النادي الاهلي في هذه المواجهة، وكيف استطعت الفوز بهذه البطولة امام النادي الاهلي؟ اولا شوف خويا، لعبنا فريق كبير، لعبنا فريق عالمي، بدون يعني غرور او بدون واحد يقرا بين الخطوط. انا دغري هكذا كما تقولوا انتم، انا نتكلم اللي عندي في قلبي نقوله. نظن ان الفريق الاهلي المصري كل لعبنا 10 مرات ممكن ننهزموا 9 وتبقى لنا واحده. اذا عندنا حظ نص حظ لعبناه في هذيك المباراه. انا نظن هما يعني ما كانوش محضرين، لا بالعكس كانوا حاضرين، لكن كانوا شويه مستهزليننا، يعني جايين للمباراه وكانهم ربحينها قبل لعبه. نظن هذا هي تفكيري. لكن كانت مباراه تكتيكيه كبيره. اذا تشوف محمد هاني او تشوف معلول كم من اوفر عملوا ما تلقاش الحساب. اذا تشوف عاشور امام قداش من كره مسها ما تلقاش الحساب. اذا تشوف الشحات، اذا تشوف كهرباء، اذا تشوف سليم، هذو كلهم كانت عندنا. بطبيعه الحال الانسان يشوف القوه تاع الفريق اللي راح يلعب ضده، وبالنسبه للقوه تاع الفريق اللي راح نلعب ضده نحسن القوه تاعي انا في اللعب ديالي، ونغلق المفاتيح تاع الخصم. ممكن ربي فخر نجحنا مره ممكن، لكن هذيك المره فيها سوبر كوب، فيها كاس سوبر، ماشي ما نربحوهاش ما نلعبوهاش كل سنه.
عكس الفريق فريق الاهلي المصري. عظيم. طيب كابتن عبد الحق، الخطوه القادمه ليك في التدريب هتكون مع مين؟ هل حسمت امرك مع الفريق اللي هتدربه الفتره القادمه ام حتى هذه اللحظه لا يوجد جديد؟ لا اخي، انا شوف، انا بكل صراحه، انا في حياتي يعني مانيش مجبر باش نعمل، مانيش مجبر باش يكون عندي عمل. انا الحمد لله مستيسر في حياتي، ولادي كبار، ولادي يقراوا يعني في احسن المدارس في خارج في فرنسا، والحمد لله. يعني اذا يكون فريق لي يعني كيما نبغي انا نصوره، انا مرحبا. اذا نمشي الفريق كانوا عيطوا لي من فرق في الخليج، وقلت لهم، قلت لهم اربعه فرق الاولى نخدم، ماشي ياخذوهم الفرنسيس والانجليز وهذوك، وحنا تعطيونا العاشر والحداش باش تشيلونا على شهرين. وهذه هي التفكير تاعنا، علاش حنا ما يعطيوناش اربعه الفرق الاولى في 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 بلادنا، وعلاش حنا العرب ما ناخذوش فرق هكذا؟ لهذه يعني انا مرتاح، جاب الله اللي نبغي انا مرحبا، ما جابش رب العالمين وراني مرتاح. اذا ان شاء الله يجيب ربي يسخر لنا ان شاء الله نكونوا نرجعوا للميادين. عظيم. طيب بعض وسائل الاعلام في مصر او بعض المواقع نشرت انه انك من الاسماء المرشحه لتدريب نادي الزمالك، هل تحدث معك اي وكيل او حد من مسؤولي نادي الزمالك حول تدريب الفريق؟ تحدث معايا كاين واحد وكيل، تحدث معايا قال لي الفريق الزمالك حابين يعني، رحت بالفكره، لكن من هذاك النهار ما كلمني حتى اليوم. هذا هي الصراحه اللي كاينه. هل كنت تتابع الزمالك في الفتره الماضيه؟ تعرف ظروفه، احواله، الفريق، ابرز اللاعبين؟ والله كنت متبع. كنت متبع بعد يعني بعد ما تكلم معايا هذا الوكيل وقال لي يعني كاين الزمالك حابين كذا، بديت نتبع في التاريخ. شفت مباراة الكأس ضد بيراميدز، مباراة الكأس ضد، شفت اللاعب اللي كاين، شفت الدفاع، شفت بديت نتبع. لكن ما فخرش الله، الحياة تستمر، هذه الدنيا. إن شاء الله يجيب ربي يوم، إن شاء الله يكون نعمل في مصر، لأني درت شمال إفريقيا كلها، راهو درت المغرب 10 سنوات، درت الجزائر 10 سنوات، درت تونس قريب 10 سنوات، درت ليبيا، ما زالت لي الا مصر باذن الله. ان شاء الله عند يوم نكون ان شاء الله باي يعني فريق بي هو يعني اللي جاب الله ان شاء الله. كابتن عبد الحق بن شيخه، المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمه الجزائري والمرشح للفوز بجائزة أفضل مدرب أفريقيا عن العام الماضي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة عبر زوم، واحد المدربين العرب الكبار يعني، الأسماء الكبيرة التاريخية يعني. طيب